اهلا وسهلا بكم مشاهدين قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر المؤلم من ضواحي مدينه الدار البيضاء، بالضبط من طمار الجوج. كما كنشوفوا فاجعه على هاد الناس، غنقولوا فاجعه، اللي جا واحد القرار ديال الهدم بسرعه، قالوا لهم 48 ساعه وغتخويو هنا. الناس كاين اللي كيكري هاد الكابانوج، كاين اللي ساكن، الناس اللي ساكنه هنا حشومه اننا نجيو بلا ما نعوضوهم، بلا حتى شي حاجه، بلا بدون سابق انذار انك تخوي. وكاين الناس اللي طالع لهم هاد السكنه ديالهم ب 70 مليون، كاين اللي ب 40 مليون، كاين اللي الله شاري دابا غير في شهر 8 شرا ب 22 مليون، كيجيب لي نهار انك غيتهدم هاد الشيء. وكاينين تجار المآسي اللي جاو سماسره كيشروا مع هاد الناس في الحوايج ديالهم، كاين اللي عاطيه 1000 درهم في حوايج كاملين ديال الدار، كاين اللي عاطيه 40000 ريال. ما فهمتش هاد الناس هادو شنو باغين. غادي نجيو عند الجمعيه ديال هاد الكومبينغ هذا والناس الساكنه اللي غيشرحوا لنا بزاف ديال الامور. السلام عليكم، شكون اللي غيبدا؟ تفضل عرفنا براسك. سامي العربي، كاتب العام لجمعيه المخيمين الدائمين لتمار الجوج الحجر الكحلة، احد الساكنه. خويا هادشي اللي واقع هنايا بكل صراحه كيذكرنا بالايام السيبه، ايام الفوضى بكل صراحه. راه حنا كنعيشوا في واحد الايام اللي فيها الفوضى. لا ما فهمتش انا بكل صراحه. جا عندنا سيد القيد صيفط لنا واحد الاخبار على اساس هاني بكل صراحه. حنا في البيوت ديالنا كنا كنأديو الواجب ديالنا السنوي الجامعة الحضرية، والإخوان اللي كانوا 7000 درهم خويا في السنة. فهذاك الوقت يا مولاي كان فهذاك الوقت قبل ما تكون المستجدات كانت فوق 370 كابانو. شحال؟ 370 كابانو. دابا باقا شي 320 ولا بين 290 حتى 300 مليون كتدخل. اكثر من 300 مليون، وكانت معاه مرافق اللي كانت كتدخل حتى هي كدير مداخل اكثر من هذا الكره هذا. يعني كان عندكم تشريو الارض بدوك الفلوس. بطبيعه الحال. خاصة في هذاك الوقت. خاصة في هذاك الوقت. 300 مليون سنويا. خاصة في هذاك الوقت وحنا. يعني هذا الكومبينغ هذا راه كانت رابحة للدولة، راه ماشي غادي نقولوا حنايا راه كان من أحد المداخل ديال الجامعة الحضرية لضرب وعجة. شكون اللي كيدير؟ كانت بطبيعه الحال كان كيدخل الصندوق ديال الجامعه الحضاريه، من المداخل ديال الجامعه الحضاريه. وبالاضافه لهاد الساكنه راه كانوا المرافق اللي كاينه مع هاد المرفق هذا كانت كتكرى سنويا، اللي كانت كدير حتى هي فلوس على الجامعه الحضاريه من غير الرواج اللي كي هاد الغيصه اللي محقوره وما كتبانش كتدخل سنويا 400 مليون وما يزيد. هذا من ناحيه، ومن ناحيه نعم، ونهضروا حتى في الشق الاجتماعي. راه مجموعه الناس اللي كيعيشوا معنا هنا، مجموعه راه كاين فوق واحد 60 ولا 70 عائله اللي كتعيش والقوت ديالها يومي من هنا. من الخبز، العساسه اللي مكلفيننا بالماء، اصحاب النظافه، مجموعه العائلات اللي كان المورد الدخل ديالها هو هاد المنطقه، هو هاد المرفق وكيعيشوا معنا. الى درجه راه حنا بحالنا بحالهم وكيحسوا براسهم مضرورين كثار منا. يعني كنشوفوا شي سكن عشوائي ولا شي حاجه تحيلات وكيعوضوهم، كنلقاوهم الناس كانوا غير ساكنين، راه كاين الناس كانوا كيعطوا فلوسهم. يعني الى ضربنا غير واحد مثلا 10 سنين ديال الخلاص ولا هذا غندوا نلعبوا في ملايا. ملايا هذا بالاضافه للمداخل اللي كانت. وعاد هاد حنا كساكنه حنا راه شرينا بيوت ديال التخييم، وعندنا ما وثائق اللي كتاكد هذه العمليه هذه، وهو عندنا وثائق ديال التنازلات وفيها تصحيح الامضاء ديال الجماعه الحضاريه. علاش السؤال، علاش الناس جاو تن هاد الشهور الاخرين شهر 8 شهر 7 وجاو باش يشريو هنايا وشراو وكيليزاو ليهم؟ كاينين الناس يلاه صاير 4 شهور 5 شهور باقيين كيصلحوا، كيدخل باقي كيمضي فيه صلاح شويه وصباغ وداك الشيء. وكونوا واضحين، حيت هاد الامتحان
لا باش نكون واضح معك اخويا نصحح هادي انا مزوق فيك حيت هادي راه كاينه واحد المغالطه كبيره هنا وكنبغي جميع الناس اللي كيسمعوا لهاد النداء ديالي يفهموا شنو واقع حيت فعلا تعطات مغالطات المغالطات اللي دات وبان الناس سلموا في البيوت ديالهم وكيريبوا في البيوت ديالهم راه ما جاش وريب راه تلقى راه اش غادي نقول لك راه الناس تخلعات راه كانت تهديدات اللي تلقات على اساس بان راه يما يريب المحل ديالو ولا غيمشي للحبس راه كاين اللي تهدد لهالدرجه كنقول لك اخويا انا نشرح لك كيفاش تمرات هاد كيفاش تمرات هاد لا ترهبات وتخلعات علاش تخلعات الناس والناس كيمروا ليهم خطابات وكيوصلوا ليهم دي ميساج اللي بان راه مسائل قانونيه وكيعطيوهم امثله بمواقع اخرى وعطاو امثله بناس اخرين اللي وقع لهم هذا الشيء وكيقول لهم راه غادي يجيبوا لكم العون وغادي يسجلك راه لما انت متثلتيش تقدر تمشي للحبس والحوايج ديالك والممتلكات ديالك غادي تمشي للمحجز غادي تحجز وتولي خصك تخلص عليها وكاين اللي كيقول راه يقدروا من بعد يتابعوك هاد التهديدات هادي راه هي اللي خلت الناس تسلم واكثر من ذلك اكثر من ذلك انا ما فهمتش اشنو وقع اين راه بينا عشيه وضحاها ولاو الالاف ديال البيع والشرايا ديال هادشي ديال المتلاشي كيدوروا عندنا هنا بالعصابات انا كنقول واخين راه واحد الوقت دخلني الشك يا اما كنت تمشي تجنيد لهم بشي مناطق باش يجيو هنا اولا جاو عطاوهم هبه قالوا تعالوا فابور وفعلا راه هادشي اللي تسمي الناس راه فابور الناس اللي عندهم اتات كيسوا واحد الثمن ولا في الاخر كيبيع فيه بجوج دريال وراه كنقول لك هنا انا نعطيك واحد نعطيك واحد المساله اللي كتاخد شويه الفلوس الطاقه الشمسيه عندنا لي باتري ديالها كيسواو ب 4000 درهم البيت الاخير مضوي بثلاثه اربعه الباتريات نديروا عجوج الباتريات بالبلايك ديالهم بداكشي كتطلع فوق مليون ونص عرفتي بشحال كيبيع دابا ب 1200 درهم 2000 درهم وبيت بالاتات ديالو بالحديد ديالو كيتباع بجوج دريال علاش راه الناس حيت الناس كيقول لي كيخرج باقل تضرر كينصحوه بان يخرج باقل تضرر راه الا ما خرجش بحال هكا راه غيريبوا لي داكشي مشكل عند اربعه الوليدات كتسكن شاريه طالع عليها 22 مليون عطاها الحويجه على قد الحال عطاها 1000 درهم 22 مليون واخده 1000 درهم ونقول لك واحد المساله انا لمستها لهذوك البيع والشراء كانهم مدفوعين اكثر علاش حتى الاتات ما كيبنيوش عليه كيبنيو على الحديد والعود باش مبنيو البيوت هنا حيت اغلبيه البيوت هنا كانت عن عباره على براريك اللي بغيتي تقول والطورات دونك كاين العود وكاين الحديد هنا جايين مقاصدا باش يهدموا بهالطريقة هذه والناس انا ما كان بكل صراحه الله يكون في العون بنادم ملي كتجي كتقول لي شوف انت راه صافي راه ساعتك سالات سير بحالك اولا راك غتولي غادي للحبس وحويجك شادينهم لك في هذا حنا خويا كجمعيه درنا خطوه ان اولا اننا مشينا درنا دعوه لا بغيتي تقول التعرض لهذا القرار ديال السيد القائد واحد الانذار راه هو كيعتبروا هذا الانذار هذا هو الانذار ديريكت بهذا الانذار والى درجه بان هذا الفصل اللي كيبني عليه هو راه 48 ساعه الاقصى راه كان يقدر يعطيك سير بلاس يعني راه دار الانسانيه عطانا 48 ساعه خدا الاقصى كاين انا كنكمل نكونوا واقعيين وما نجهلوش الاشياء ولكن هذا الشيء اللي كيبني عليه وهذا القوانين اللي كيبني عليها هو في هذه البلاد ديال القانون انا كنقول عندي حق في هذا القانون هو جاني هذاك الاشعار انا مشيت طعنت فيه دونك نتسناه واشنو غادي يقول اش غادي يقول لنا القضاء لا
حنا راه جايين غنهدمو السكن الاجتماعي. اييه راه ما يمكنش هاد القرار اللي كتقول لي فيه ما عمرو غيكون السكن الاجتماعي. راه كاين الاسر، راه اسر باش تطبق عليهم بالليل ونهار ما يمكنش. حنا راه ما جيناش لواحد كابانوات اللي كيجيو الناس مره في العام خاوي، هذا الشيء متفق معك. حنا جينا لواحد السكن الاجتماعي كاين فيهم عائلات وليدات صغار والناس كتقرا في مدارس هنايا، كيفاش غادي نتفاهموا وغيكون هذا القرار ديال هذا القائد اللي غيكون بالليل ونهار؟ راه ما يمكن. كلامك ما كيمكنش نختلف انا وياك فيه، ولكن اشنو مطروح؟ الواقع مولاي اللي كنناقش انا وياك هنا فين كنقول لك راه كاين الشق القانوني وكاين الشق اللي تجاوز القانون وفيه فيه ولا فيه الترهيب. هاد الاشعار اللي صايفط لينا هاد القرار اش كيقول فيه؟ هو الاخلاء من اجل الهدم، الاخلاء من اجل الهدم، هذا هو الاشعار. اي هي ديال 48 ساعه اللي عطانا 8 عطاونا 48 ساعه، ولكن اشنو تطرح من بعد؟ وهو هاد الوسيله ديال الترهيب ووسيله ديال الفتنه بين الساكنه. كتسمى الموت السريع. متفق انا وياك، ما كنختلفوا، ما كان اكثر من تجمع فيها حوايجك، تعلم تدبر على فين تحطهم، تهز ولادك. انا معك انا نمشي معك اكثر من ذلك. راه كاينين الناس هنا، راه واحد 60 ولا 70% ديال الجاليه ما موجوداش هنا، ما كاينينش. وحتى هذه الطريقه القانونيه تنقولوا بعدا مسك عليه الله شويه غادي يتقلق. لا ولكن لا لا كنختلف انا وياك. اتونسيون، حنا الشعب المغربي راه حنا غالطين، انا كنقولها في هذا المنبر هذا، راه ماشي كل واحد في الجاليه راه لاباس عليه. لا ما غيرش، راه خاص تعرف الواقع اللي الامور اللي كيعيش هذاك الانسان في الجاليه باش كيوفر هذيك الجدريه اللي كيدير هنا. انا اللي كنهضرك على هذاك الجانب، انا كنقول لك بحال دابا السيد واخد 22 مليون اللي عنده حطه عالم خارجي خرج منه ولا ساكن هنا. كاين هاد النوع اللي عنده شي بلاصه فين. لا انا مشيت معك الاخ في هذيك القضيه ديال التوقيت باش تعرف بان راه هذاك التوقيت ماشي انساني وما خصوش يكون. علاش؟ لان الناس ما كاينينش ما حاضرينش. وثانيا الوقت اللي كتبني على اساس بانك تخبرني وخديت هذاك الاشعار ولا ما خديتوش، رانا كيسري عليا بانني تخبرت، ماشي معقول. حنا دابا غيخبروا شنو غيديروا؟ هذا مشكل، هذا مشكل. هنا حنا اللي كنسمعوا كيتطرح حزام الازراق اللي غنداو فيه الناس واحده غنجيبو فيه صحاب فلوس باش يضحكوا هنا. ممكن ممكن ممكن، حيت هذا ما يروج بان هذا الحزام الازرق غادي يدار للناس اللي لاباس عليهم. حنا ماشي ضد ان بلادنا تزيد لقدام وحتى حنا يولي عندنا منتزهات ديال السانك ايطوال وداك دي، ولكن راه كيبقى كاين مواطن اللي اييه راه الا واحد شو واحد الريحه ديال شويه لهاد الناس وزيدوا قدام حنا معاكم تقتل هاد الناس وتمشي لقدام، راه خصك ترجع للور تلقى باقي ما كاين والو. هنا فين كنقول كنستغلوا القانون وكندسوا على الانسانيه وكنطحنوا الانسانيه. موسى دكتور معاك. موسى نقول لك واحد السؤال. هذا هو الانذار اللي موسى شنو خصو يقول القانون في 48 ساعه بالليل ونهار؟ ما كاين لا سابق انذار لا شي حاجه. بالليل ونهار خصك تخرج وعندك وليدات كيقراو هنا وعندك اسر كتعيش هنا، لان القانون اللي بنى عليه السيد القائد بصفته كضابط ديال الشرطه القضائيه استند فيه على مجموعه من الفصول، لان القانون من مقتضيات الماده 70 من القانون 66 12. ولكن هنايا كيتخصنا واحد الحاجه واحده اخرى، لانه هذا البناء هذا راه ماشي بناء يلاه تبنى. ملي كنتكلموا مع ناس عندهم سنوات ونورمالمون خصها تكون عربات منقوله، غنرجعوا للبديه. اذا من يتحمل المسؤوليه؟ يعني ما كانش الساكن خصها تكون عرب فوالا دي كرافان. اذا ملي عندي انا دي كرافان وكنسمح للناس باش يبنيو ونتخلص في لي كرافان وكنسمح انه في الجماعه وهذا انهم كيديروا التنازلات بعضياتهم، وكنسمح لهم انهم يخلصوا القرارات الجبائيه ديال 7000 و7000 و7000 و7500 درهم،
وكان منع ان الجمعيه اللي هي جمعيه قانونيه ومحصله على حكم قضائي، لانه كتعرف انه الجمعيه ملي كتدفع الورق ديالها 60 يوم الا ما عطيتيهاش التوصيل راه هي قانون الجمعيه راه كاينه. اذا هذا الشيء اللي كيوقع على هذا الشيء كامل، عندنا جاريه، عندنا ناس اللي عندهم هذا ميزون عندهم ميزون سونغوندير استاذ غير غير كيجي فيه البحر، ولكن عندي حالات اجتماعيه، عندي ناس اللي المدخرات ديالهم كاملين خسروهم بزاف سكنوا هنا. اذا الا غادي نخلي هاد الناس باش يشعر بانه في دوله الحق والقانون باش نخلص كثار، لانه ملي كتزرع على 7500 درهم هذا راه اكثر من سوق اسبوعي، لانه كنديروا 7500 درهم غادي نديروها في 350. يعني هذا المشكل كله فين كانت هاد السلطات في هذا الوقت هذا؟ لانه ملي كنقول له 48 ساعه راه شي واحد يلاه كيبني خصني نعيدو. مي السيد سكن مده سنوات، عندنا جاريه اللي ممكن غدا وهذا الشيء غادي تفهم بانه هذا الشيء غادي تفهم بانه راه تهجير قصري ديال هاد الساكنه هادي. الناس كاين غالبيتنا، اذا سمحنا بهذا الشيء كامل سمحنا به، وكنجيو اليوم وكنقولوا لهم 48 ساعه راه هنا فين كاينه الخطوره. 48 ساعه اكثر من هذا اننا سمحنا لتجار الاسامات، هاد التجار كيدخلوا، كاين الناس كيقول لك انهم كيتعرضوا للشفره. اذا الا كنا كنديروا القانون راه هي منظومه كامله، يعني خاص الناس خاص الحمايه ديالهم. الا غدا اليوم الجمعه كتسمحوا لهاد الناس انهم كيدخلوا باش يشريوا هاد الشيء راه عادي، ولكن باش يفرض على هذاك الساكن وانه يدير هو وليداته في الرعب هذه راه حاجه اخرى. دابا كاين مجموعه ديما كتبدا اي مخيم ولا اي بلاصه غنريبوها، كاين واحد الناس كيكونوا اصلا هما ديال السلطه كيبدا هو الاول هذيك ما كيقربوا حتى حاجه تتخوكم الناس. راه كل واحد يدرنا ليه محضر وقال لينا لما نعطى المبلغ وجمعنا 350 واحد واستمعنا لهم وكاين هاد المبالغ. اذا الناس راه تعرضوا لعمليه ديال النصب والاحتيال. راه كاينين الناس يلاه شراو يلاه كيصلح، السيد اللي تلاقيناه شرب 22 مليون باقي كا مسكن يلاه كيقاد. اذا عاروا على من؟ اذا اولا خص التعامل مع الجمعيه باش يكون عندنا واحد التعامل قانوني، ما نشدوش الجمعيه ونحاصروها. الجمعيه راه كان ولاد الناس اللي عندهم واحد الغرامات التهديديه اللي كتوصل حتى 1500 درهم وما طبقوهاش. والحمد لله ان هذا السيد العامل هو اللي صار على هذه العمليه كامله منذ بدايتها، منذ سنوات هو اللي كاين دابا. اذا المشكله باقي تحل انه الا جلسنا مع الجمعيه وخدينا الملفات ديال الناس واستمعنا لهاد الناس، لان الا بغينا نديروا القانون نستمعوا لهاد الناس لما نعطاو هاد المبالغ هادو، نسترجعوا على الاقل نسترجعوا غير دوك المبالغ. اما الا جينا نديروا القانون راه ما نساهم في هاد الشيء، راه العقوبات راه واضحه، لان هاد الناس ما جاش بين ليلة ونهار وانه جا هو وسكن. المهم هادي الصوره الا كنا كنتكلموا على القانون. واحد القضيه انا بغيت نضيف على الهضره اللي قال الاخ. انا دابا انا ماشي غدروا بيا، انا شاري مع انا احد الساكنه وامين المال ديال الجمعيه. شحال انت ساكن دابا؟ من 96 وشاري من عند رئيس الجامعه. شحال شريتي من عنده؟ شريت من عنده شي 17 مليون. رئيس الجامعه؟ اه. مين جات هو؟ رئيس الجامعة كان ديالو واخا كان ديالو. المهم انا جيت عنده باع عليا باع عليا بتنازل باع عليا بالوراق، بقيت كنخلص انا ديك 7000 درهم في الشهر العام. واش هذا ماشي نصب هذا؟ وزيدوا نزيدك واحد القضية، هادشي اللي كتشوف دابا التمني راه يا جورة ما كانش كتدخل انت كتكون في خبر القيد وفي خبر المقدمة وفي خبر كلشي. رجعوا لنا هذوك الرشاوي اللي خداو كلشي كان واخد رشوة، كلشي هما اللي داروا هادشي. كلشي كان يا جورة ما كتدخلش انت كتكون كلشي عارفين وكلشي ما كتدخل يا جورة انت كياخذوا عليها التكة ديالها كما كيقولوا. وكيفاش دابا جاي باغي يهدم بلا قانون بلا حقرة ديال بصح الحقرة اللي كنا كنعقلوا عليها في الخمسينات، وهذه هي دابا راه كثار من هذه. غيجي يريب لك المحل ديالك هكاك، وشنو هو المنصب ديالو كاع قايد. راه ماشي الظلم، راه فوق الظلم اللي جاي. السلام عليكم. انا
شوقي حسن نائب الرئيس، راه الاخوان تقريبا تقريبا الاخوان كلهم راه فسروا، كل واحد فينا عنده قصه في هذا المخيم. الاخ خويا حنا دابا تنحسوا بان السلطات هي اللي ظالمانا، في العود خصها تدافع علينا. واش عباد الله كاين حكم باسم صاحب الجلاله وتيستانفوا عليه؟ هذه راه خطيره. هذه ماشي زعما حنا على الجمعيه، انا تندوي على الجمعيه دابا، انا تندوي على الجمعيه ماشي تستانفوا على الجمعيه. واللي هي اللي هي خطيره زعما هو هذا الاشعار اللي هضرتوا عليه وهضروا عليه الاخوان. ولكن غنمشيو للسوسيال، عندنا ناس هنا كبار مراد، كاين فهمتي كاين اللي مسكين مريض عنده فهمتي امراض خطيره مزمنه والخلعه، راه بشحال من واحد انا نقدر نقول لك راه غادي يموت عب الفقصة والحقرة فهمتي، وبزاف وداك اللي تتمشي عليه تيدخلوا لك فهمتي، تيدخلوا لنا بحال اونيطات كير داخلين لك لابسين التريات. يلاه سيدي ننزلوا حنا نحروا تندوف، حنا مقاومين وحنا عباد الله تنخلصوا لا بيرسيبسيون، راه كنا تنخلصوا في الخزينة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وحنا زعما تنحسوا بظلم وفي هذا الوقت زعما لا حول ولا قوة الا بالله. والولاية اللي هي مهمة وخاصها الدار هي الأولى، خاص الدارك الملكي يدخل يحمي الناس، لأن ولينا على ميرسي ديال القتالة والشفارة، والناس ديال الخارج المحلات ديالهم منهوبة تتخونوا بلا وما عارفينش الوصلة حنا شكون، عرفتي راه داروا لنا واحد فهمتي راه اش غنقول لك. أيوا كنا ساكنة، ساكنة والنظام والهدوء، سي فلان فلانة هادي وهذا الشيء بشهادة الجميع. وهذا سي ان كومبينغ، لأن هذه اللي خطيرة، هذا مونيمون ديال الدار البيضاء، كومبينغ انترناسيونال في الدار البيضاء، وحنا جايين دابا لاكوب دي موند، علاش ما تجيوش أنتم تصلحوا هذا الكومبينغ؟ وملي غادي يبداو يجيو التوريست غادي يجيو فين غادي يلقاو لي كومبينغ؟ ما بقاوش، كان واحد في الدار البيضاء راه ريبوه وجايين لينا هنا، وهذا الشيء راه بادين معنا حنا من 2009، وهذا مخطط جهنمي ديال هذا. وعلى ثم هذاك شكري، وشكري لا نسميه لأن عندنا معاه لا لأن عندنا معاه راه واد مدخلينه في جرائم الأموال، هو اللي قطع لينا الماء وقطع لينا الضوء. انا هاجي انا على المسؤوليه ديالي، انا هو اللي دار لنا هذا الشيء، لان هذا الشيء حرام. ايوا على الاخر انت ومشيت طلبت قلت لي دير لنا عوينه باش نبداو نشربوا رساله، هي عندي رساله استعطافيه، لان الناس مساكن ما عندهمش ما يشربوا، راه حرام هذا الشيء. وعلى الاخر جي هذا القيد جيب لنا اشعار، هذا جيب لنا هذا، وراك شتي هذه الفتنه اللي هذا، وانا تنحملوا المسؤوليه. كان خصو يخاطب الجمعيه، هو انا تيخاطب الناس واحد بواحد، وراه بعباد الله وخلع عباد الله، ما كاين عهرب هرب ما خويا ما والو ما تيحضروش معانا دابا، ما تيجيوش فهمتي، عاد تيدخل وتيجيو لكم في الاوقات ديالهم. والفتوى اللي داروا جابوا لنا ذاك الاخبار نهار الجمعه مع 48 ساعه فهمتي، ونهار اثنين انا جاي داخل. والحمد لله المكسب الجمعيه دارت اللازم عليها، درنا سميتو استعجاليه فهمتي، وطعن في ذاك القرار، وراه خبروهم كما قال سميتو بمأمور، وهما عاوتاني هما جايين زاربين عندنا حاطين هنا دايرين هنا زعما حرام هذا الشيء. حنا حرام، علاش 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 هذه تتسمى حقره؟ واش انا عباد الله خلص فلوسنا فهمتي، الناس كلشي مخلصين فلوسهم تكبرنا على باش ديروا لنا هكا باش نديروا زعما حرام؟ لان الناس اخويا بحال دابا انا حنا من المتقاعدين فين بغيتونا نمشيو؟ الخطوه اللي درتوها درتو شكايه ديالكم؟ اييه دايرين شكايه ديالنا، لان احنا من احنا فهمتي راه من 2009 هما مذاكرين لنا الحرب، هما داروا لنا بديك البنج، واحد البنج على ذاك الحكم ديال 1500 درهم النهار الا ما نفدش الا ما ردش لينا الماء والضوء. جاو دخلوا السلطات قال لهم حقها غادي ديروها سلميه وانتم ساكنين هنا وباركين هنا، داروا لنا ذاك البنج لعباد الله وبقينا احنا ساكنين. تيقول لك هذا العام غادي يجي، وعلى الاخر داروا لنا ديال 60 بياج، وهادو حنا غنجيو من الاخر ريبوها ولا خليوها. حنا ملي كنا صغار حنا هضروا معنا في الكومبينغ ديالنا، وكان هنا خو كان فهمتي كان مشروع، كان فهمتي غير 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 الناس اللي تيجيو، الناس ديال الخارج الفرنساويين والطاليانيين، عرفتي بشحال ديال الفلوس هنا كانت تدخل؟ راه خصو يديروا يفتحوا تحقيق، راه خصهم يفتحوا تحقيق على هاد وعلى راسهم هاد شكري ومن معاه.
لان داروا لنا هذه المصيبه هذه. علاش بغيو يحيدونا؟ حنا باش يجيبوا مستثمرين ديال هنا، كانوا معلم الله اش كانوا غادي يديروا. ولكن المحكمه راه قالت الكلمه ديالها، قالت لي مولدي هذوك الناس راه ما مطرمينش على الارض اللي ديال المياه والغابات، راهما كارين عند الجماعه، والجماعه حكمات عليها قالت لها ما تبقاش تهضري مع المخيمين، راه ما تقوليش مطرمين لك على الارض ديالك. وهنا كاينين جوج تيترات، كاين المياه والغابات وكاينه الاملاك المخزنيه. وهما دابا واحد المشروع ديال داك اللي كان فيه البار والدونسين، هما بركن دابا تيريبوا فيه، ماشي تيريبوا، مدخلين الناس حنا ما تنعرفوش يحيدوا الحديد، والسلطات راه واقفين بالفاركون طرق ملي دخلتي. حنا معين من غنمشيو نهضروا معاه. يجيو ولاو وهذاك البلاصه، وكانت الدرك الملكي والخياله كانوا تيجيو هنا ديال القوه المساعده وديال الدرك الملكي، زعما راه حنا ماشي حنا مخبيين ولا هادي. شكرا. السلام عليكم. المهم انا خويا بغيت نوجه رسالتي لجلاله الملك نصره الله. المهم انا ما عنديش فين نمشي. صافي 44 عام. ما كنمشيو كل عام كنبقاو هنا، ما كنمشيوش اصلا العام كامل. ما هذا هو المتنفس ديالي، وانا راه يتيمه الاب والام، ما عنديش لا امي لا با. لا وغير احبابي هادو اللي هنا هما اللي كيرفعوا عليا، ما عنديش فين نمشي. ظلم. وقال لي اخويا القيد احتقرني البارح، احتقرني وقلل مني. مشيت قلت لي سعاده القيد ما عنديش فين نمشي باش نكونوا واضحين. قال لي شغلك هذاك سيري فين بغيتي. قلت لي عندي الوراق كنخلصوا 7000 درهم وكنخلصوا الدوله 7000 درهم، وهم قال لي زين في الجامعه الحضريه ديال دار بوعزه وتقول لي تحيدي. ماشي سهله. قال لي شغلك هذاك سير تبخر بهم. هادي هضره هادي حشومة عليه، يقلل مني انا. رحنا بحال مغاربه، علاش دير لي انا بحال هكا؟ تحكرني الحكره راه عيب حشومه. وانا هادو اللي هنا هما اللي معاونيني وكيرفعوا عليا، ما عنديش انا شي حد، عندي اللي خلقني وما عنديش فين نمشي. نقولها ونعاودها، ما عنديش فين نمشي. قلت لي ردموا عليا داك الشيء، قتلوني هنا، ما عنديش فين نمشي. هادو المتنفس ديالي، فهمت يا خويا؟ وسمح لي تجزك بخير. السلام عليكم. حنا السكينه كامله اللي كنا هنا، ما جينا لا انذار، جينا انذار شفوي مقدميه تقول لنا شد الورقه خرج بحالك. واش هاد الانذار جانا من المحكمه او صيفطوا لينا المحكمه على طريق العون؟ هاد القضيه هادي من تيصيفطوا لك على طريق العون او هادي تدفع نداء المحكمة تتعرفوا مش باغي نقول. هاد الناس هادو تيرعبونا، المقدميه خدامين، القيد خدام، السلطات تدخل، الناس سيريبو تياخذوا توصال السماسيره تبيعوا كابانو طالع بالزباله ديال الفلوس تبيعوا بواحد الاثمنه رخيصه، الناس سيهربوا في عباد الله. تيدخل القيد تيدخل تاع عند العائله تيقول لها دابا هزي، راه ما يبقاش يقول لك راجلك، ما يبقاش يقول لك هادي، تتولي هزه. هنا الدوله عندنا ما تعرفش ان الساكنه ديالها او المواطن ديالها ما تتعرفوش، تتقولي خرج بحالك كمثل الدري يعني. خرجي بحالك انا ما تنعرفكش. وفين هي هاد المواطنه؟ وفين هو هاد المغرب؟ وفين هو المغرب الجديد؟ احنا المشكل ديالو تيقول لك اوامر من عند سيدنا، وهذا الشيء اللي تيقول سعاده القيد هذا خصهم يديروا معاه تحقيقات بانه تيرهب الناس وتيدير هذه المشاكل، انه ما كاينش قرار من عند وزاره العدل وما كاينش قرار من عند سيدنا. هذا مخيم ماشي سكن، هذا مخيم. خليتونا بقينا موائد سنين وحنا غادي خدام تنجيو لهذا المخيم سنين. المغرب كامل تيعرف هذا المخيم، والناس شراه ولاو ساكنين فيه. هذيك الساعه السلطات عندنا تتشوفنا، تتشوفنا السلطات، الجندارم تيجيو، مقدمية تيدخلوا، القيد تيدخل، تيجيو. وما تيعرفوناش واش هاد الناس هادو او ما عارفين الساكنين هنا. لا شاد السكنة ما خدناهاش من هنا، ولكن جينا درنا سكننا هنا. لا ما عندي حتى ورقة انا. الناس قدام لا. لا مخيام هذا ما فيش. وجينا وسكننا حنا هنا. انا سكنت انا هنا، انا مريح في هذا المخيم. سكنت هنا. كوفيد عطانا القيد. والقيد كان تيراقبنا، عرفنا كاينين هنا. كاينين عطاونا. والشاد دابا عاد ولاو ما تيعرفوناش.
هذا اندار من عند سعادة القايد هو اللي دارنا وترهبنا وترهب الناس ديالنا. شكرا. معكم السولي رشيد من احد الساكنه وعضو في المكتب ديال الجمعيه ديال المخيمين الدائمين طماريس. انا بالنسبه لي هنا ماشي كابان، وهذا سكن ديالي انا، فهمت يعني هنا فين ساكن، ما عنديش شي سكن اخر، ولا الا كان عندي شي سكن اخر يديه يبحثوا ويديروا، انا ما عنديش فين غادي نمشي. المهم انا معاهم حتى الاخر، حتى تتحكم المحكمه، حيت هذا اللي هذا القرار اللي جا غير كيتسمى غير قرار اداري غير بالقيد، ما كاينش حكم باسم جلاله الملك كيف الاحكام اللي عندنا واللي ما تنفساتش. ما كاينش عندنا بحال هاد، حنا عندنا احكام باسم جلاله الملك، ملي حيدوا لنا المود ملي حيدوا لنا الضوء ربحناهم باش يديروا، هذيك الساعه دخلوا علينا بواحد الطريقه اخرى، يعني انتم جالسين في المحلات ديالكم وحنا راه هذاك صافي، حنا كاين صلح وكاين هذه ونبقاو غاديين في ذاك، وما بقاوش كيتخلصوا عندنا، وحنا درنا بالضبط مره عطينا يعني على حساب الاثنين اللي فات، يعني كان جا القرار، جا هذا القرار الاداري جا بالجمعه مع الربعه العشيه، يعني غيسالي نهار الحد اثنين غادي يدخلوا، ما دخلوش يعني في ذاك، ولكن داروا الرعب اللي كاين راه هو اللي خلى الساكنه اللي ما فاهماش بالنسبه اللي عنده في غيب شي، ولا ممكن بزاف ديال الشرائح اللي كاين هنا، كاين ناس اللي ما عندوش في غيب شي، وكاين ناس اللي راهم ابوندوناهم اللي غادي. وشكرا.